فلا يجوز لنا أن ننخدع ببهرج الدنيا ولا بزينة الدنيا. فأنت يا ابن آدم وإن متعت طيلة حياتك بكل ما تشتهي، تزوجت أحسن النساء وأجمل النساء، ركبت أحسن المراكب، لبست أحسن الملابس، سكنت أحسن البيوت والقصور، كذلك قلدت أعلى المناصب، قولك في الناس نافذ، لم تشتكي ولم تقل آه قط، وعشت على هذا حياتك، وبعد جاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، أي الموت الذي وعدوا به، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون.